عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. إذن سأتناول معكم في هذه الحصة درسا أخيرا في إطار مجزوءات الطبيعة والثقافة وداخل محور التنوع الثقافي. هذا الدرس موسوم ب أتعرف صراع الثقافات وتعايشها. إذن من خلال هذا العنوان يبرز بجلاء الطابع المفارقاتي والتقابلي للعلاقات الثقافية. فهذه العلاقات الثقافية تتراوح من جهة بين الصراع، العنف، الفوضى، الدمار، الحرب، ومن جهة أخرى التعايش، النظام، السلم إلى آخره. بمعنى أن هذه العلاقات الثقافية تطرح ثنائية بين الصراع من جهة والتعايش من جهة أخرى. إذن من أجل دراسة هذا المحور إذن سأتناول معكم نصا جديدا لصاحبه صامويل هنتينغتون، نصا في الصفحة 91 من الكتاب المدرسي. إذن من هو صامويل هنتينغتون؟ صامويل هنتينغتون هو مفكر أمريكي من مواليد سنة 1927 وتوفي سنة 2008. صامويل هنتينغتون هو من المنظرين الأساسيين الذين نظروا لفكرة صراع الحضارات، بمعنى أن الحضارات لا تتعايش فيما بينها بقدر ما أن هناك علاقة تطاحن وحروب فيما بينها. وبالتالي لإبراز فكرة صراع الحضارات سنستثمر هذا النص في فقرته الأخيرة التي يوضح فيها تنظيره للعلاقات بين الحضارات. يقول صامويل هنتينغتون: في هذا العالم الجديد لن تحدث الصراعات الشاملة والمهمة والخطيرة بين الطبقات الاجتماعية، بين الأغنياء والفقراء، بين الجماعات المحددة وفق معايير اقتصادية، بل ستحدث بين شعوب منتمية لهويات ثقافية مختلفة. إن الحروب القبلية والصراعات العرقية سوف تتأجج أكثر فأكثر داخل الحضارات نفسها. إذن يتضح من خلال هذه الفقرة الأخيرة عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن هذا المؤرخ الأمريكي ينظر إلى أن صراع الحضارات سيتأجج أكثر فأكثر، بمعنى أن العالم لا يسير نحو إقرار السلام والحفاظ على أمنه بالحوار، بل يتجه العالم نحو الصراع، والحروب هي خير دليل على ذلك. ويمكن أن نذكر مثلا حرب العراق، حرب أفغانستان، حيث أن هناك مجموعة من البؤر التي يتجسد فيها هذا الصراع. إذن فسؤال يطفو إلى السطح: هل الصراع هو العلاقة الوحيدة بين الحضارات؟ إذن لو قبلنا بهذا الجواب فمعنى ذلك أن الحضارات ستأكل بعضها البعض، وبالتالي سيؤدي بنا الأمر إلى الفناء، إلى الموت، في حين أن هناك تصور آخر ينقلنا من الصراع إلى
التعايش، بمعنى لتجاوز علاقة الصراع والدمار والحروب. الحل أمام الأمم هو التعايش والحوار والتفاهم، فلا غنى عن التعايش من أجل حفظ الأمن والسلام العالمي. إذن كتركيب لهذا المحور، صراع الثقافات وتعايشها، يمكن أن نقول إن التعدد الملاحظ على مستوى الثقافات الإنسانية المختلفة لا يلغي وجود بعد ثقافي كوني يقوم على أساس التواصل القائم بين هذه الثقافات، وذلك بفضل الاعتماد على وسائل متعددة ومتباينة كالهجرات والبعثات والحروب. بمعنى أن هناك إشارة أولى إلى أن هذا التعدد يفضي إلى الكونية بين الثقافات. فرغم أن كل ثقافة قد تقوم على أساس العودة إلى ماضي يميزها ويعطيها خصوصيتها، إلا أن تضافر الجهود الإنسانية في مختلف حقب التاريخ الإنساني منحها طابع الكونية. ورغم الهيمنة والإقصاء الذي يمكن أن تمارسه ثقافة مهيمنة في حقبة تاريخية معينة على ثقافة أخرى، فإن تلك الثقافات ما تفتأ تقاوم هذه الهيمنة حفاظا على خصوصيتها التي تساهم في بناء ثقافة كونية مشتركة. بمعنى أنك تركيب جميعا من أجل إرساء ثقافة كونية مشتركة. بعد ذلك، إن الثقافة مثلما تستطيع أن تباعد بين الأفراد والجماعات، فإنها تستطيع أن توحدهم سواء داخل المجتمع الواحد أو بين مجتمع وآخر، بناء على طبيعة العلاقات الثقافية القائمة التي يمكن أن تكون علاقات صراع أو علاقات تعايش. بمعنى أن من التعدد إلى الكونية إلى الوحدة داخل ثقافة كونية. إن علاقات الصراع متى تنشأ؟ تنشأ عندما يتم التمركز حول العرق أو الدين أو اللغة أو المعتقد، وهذا ما يؤسس له سوء الفهم الناتج عن الأفكار المسبقة وغياب النقد الذاتي، الأمر الذي يفضي إلى التعصب ونبذ الآخر وإصدار أحكام جزافية عنه. وعندما تتجاوز الأمم هذه المعيقات سنرتقي، سيحصل الارتقاء إلى مستوى التعايش السلمي بين الثقافات والجماعات، ويسود الاحترام المتبادل والتسامح. وهذه الصورة هي خير دليل على كيف أن التعايش يفضي إلى الاحترام وقبول الآخر ونبذ التعصب، وبالتالي ننتقل من الوثوقية والدغمائية إلى قبول الآخر وقبول الاختلاف. ولا يخفى عليكم أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، أن الفلسفة هي أصلا هي دفاع عن فكر الاختلاف ودفاع عن نبذ العنف، وهي ترفض التعصب. إذن جميعا أعزائي التلاميذ، من أجل إرساء ثقافة الحوار والتعايش. شكرا جزيلا.